مع موسم الاصطياف رانا نشاهدوا تنقلات للعائلات، وحنا الدور تاعنا هو باش نحميو المواطن والحفاظ على امنهم وممتلكاته. حنا نقوم بهذه العملية التحسيسية هنا بالحاجز الأمني باب الزوار، حملة تحسيسية لأمن ولاية الجزائر العاصمة حول الوقاية وسبل تفادي المجازر المرورية تزامنا وارتفاع حوادث المرور. كما رانا نشوفوا في فصل الصيف، حنا السيارة لازم قبل ما تنطلق لازم تراقب الإطارات، لازم رانا نشاهدوا بعض الحالات وين بعض العائلات يتركوا الأطفال داخل السيارة ويروحوا يشريوا حاجة ويغلقوها، تكون الحرارة ممكن الطفل يختنق. هادو كل نصائح، واو الشرطي يقدم لك مطوية هذه فيها عدة نصائح باش تستعملها. حملات تحسيسية لاقت استحسان مستعملي الطريق العام. هذه جات في الوقت تاعها، وجو بروفيت لوكازيون ترحموا على الحادث اللي صرا اليوم في بشار سمحنا عليه. انا واش نطلب، انا عندي سمحوا لي نطلب طلب من السائق ونقول له يا ايها السائق، كي تخرج من دارك راك مخلي عائلتك، وكي تعود رايح لدارك راهي العائلة تاعك تسنى فيك. عندي ملاحظة من اللي رفعوا تاع سحب الرخصة، صحيح مليحة ما نقولوش ماشي مليحة ونثمنوها لأنه الناس تربات شوية، ولكن كاين واحد النقطة راني عدت ما نشوفهاش في الطريق وهي الرادار. عدنا ما نلقاوهاش، ما نلقاوش الرادار، الرادار يساعد بزاف. أسباب ظاهرة يراها أمن العاصمة بالدرجة الأولى أنها راجعة للعمل البشري باستعماله السرعة المفرطة وعدم احترام قانون المرور. هناك مختلف الفرق الخاصة بالأمن العمومي، سواء فرقة الوقاية والأمن عبر الطرق اللي تتنقل عبر من خلال سيارات مموهة تقوم برصد كل مخالفات، أيضا جهاز الرادار متواجد في مختلف الأماكن اللي نشاهدوا وين المواطنين يقوموا بسرعة تفوت السرعة القانونية. أيضا هناك جانب تحسيسي توعوي بحيث نتواجد في الميدان بصفة يومية لتقديم نصائح وإرشادات إلى السائقين، في كل مرة نتوجه إلى فئة معينة من السائقين بنصائح وإرشادات، وهذا كله يدخل في سبيل حماية المواطن وممتلكاته. يتواصل مسلسل المجازر المرورية خلال الصائف ويتواصل معه حصد الأرواح، فالحذر مطلوب خاصة وأن دخول الاجتماعي على الأبواب.